السلام عليكم حبايبي طلاب الصف الثالث متوسط، اهلا وسهلا بكم بالمحاضره الثالثه من المراجعه المركزه واللي راح تكون عن الوحده الثالثه يونت 3. راح نبلش بالبارت 1 او الجزء الاول واللي راح يكون عن قواعديات الوحده الثالثه. اول شغله بقواعديات الوحده الثالثه هي الكومباريتيف اند سوبرلاتيف، المقارنه والمفاضله. فانت لازم تعرف انه كومباريتيف هي المقارنة، زين، and و superlative اللي هي المفاضلة. أول شيء شنو المقارنة؟ المقارنة من عندي شغلتين مثلا، قلمين أو شخصين، عندي شيئين أو شخصين أو مثلا مجموعتين، جروبين، دولتين، يعني عندك شون الميزان شغلتين وتريد تقارن بينهم من ناحية الصفة، هذا أجمل من هذا، هذا أطول من هذا، هذا أقصر من هذا، هذا مثلا يعني ماشي باقي الصفات. فأنت تقارن بين شغلتين أو شخصين، ماشي، هذه المقارنة. المقارنة من نريد نقارن، عندي طريقتين حتى أقارن، عندي طريقة الذان وهسه راح نفصلها، وعندي طريقة الآز. آز الذان والآز آز بالمقارنة عندي طريقتين، الذان والآز آز. أنت مطلوب منك أنه ممكن يجيب لك بطريقة الذان ويقول لك صحح، شلون ممكن تجيك الأسئلة سراح أخذ لك بالتفصيل، صحح الذان أو حول الذان إلى آز آز أو حول الآز آز إلى ذان. بس راح نفصخهم وحدة وحدة. نجي للمقارنة باستخدام ذان، شو نسوي؟ باوع عندك بذان أو بالمقارنة عندي فاعلين، لأن إحنا نقارن بين شغلتين أو شيئين أو شخصين، فعندي فاعلين. نخلي بالبداية الفاعل الأول زائدا إيش عندي؟ فعل مساعد is أو are، ماشي، ممكن am إذا I، زائدا صفة يا أما بيها er أو بيها more، زائدا ذان يعني معناها من، مثلا العراق، مثلا انا اخذ على سبيل المثال عراق، هذا الفاعل الاول العراق، is ياخذ له ار مفرد is، عراق is. مثلا ناخذ صفة البرودة cold اللي هي بارد، فش يصير cold؟ اقول باوع الصفة بالمقارنة مثلا يقول لك هيجي Iraq is cold than مثلا من America، ماشي، يعطيك فاعل أول مثلا ويعطيك فاعل ثاني ويعطيك فعل مساعد هو is، زين، cold صفة، زين، وهاي عندك than. تعرف أنت مقارنة باستخدام than ممكن يقول لك مثلا correct، صحح، بس صحح. اقول انا اعرف هذه مقارنه من خلال الذان. المقارنه بالذان لازم الصفه اللي قبلها، يعني العراق ابرد من امريكا، الصفه لازم لو اضيف لها اي ار لو مور، اقول الصفه اضيف لها اي ار يمتى؟ من عندي مقطع الا واحد او حرف الا واحد، هاي الاي ار. المور من عندي مقطعين إلا أو أكثر، يعني أروح إلا عند اثنين أو أكثر أخلي لهم مور. والعلة إذا نسيتهم الأو هي الوجه، حتى تتذكر الوجه أرسم الوجه أو، وعدك الإي وعدك الأي وعدك الآي وعدك اليو، ماشي، فالأي إي آي يو أو، ذني حروف العلة همسها مو تنساهن. فحتى من خلالها نضيف الاي ار والمور، الا واحد اي ار، اكثر اثنين او اكثر اضيف مور. هسه عندي كولد بس او الا واحد، فراح تصير راح تصير فقط الصفه اضيف لها اي ار، يعني نفسها عراق از، راح اصير اضيف للصفه فقط اي ار، كولدر، صارت كولدر ذان امريكا، زين. هذا نموذج من النماذج اللي ممكن يجيك عن المقارنة باستخدام ذان. فتصحح، تسوي الصفة
اهم شيء صفه بيها اي ار. زين مثلا نفسها ممكن هذا النموذج الاول. النموذج الثاني مثلا يقول لك بيج صارت بيجر، ضعفنا جي وضفنا اي ار. ليش ضعفنا جي هنا؟ احنا عندنا قاعده ما اخذيها سابقا انه يابا اذا عندي صحيح حرف صحيح صحيح بنصهم عله خاصه لثلاث حروف، الافعال ثلاث حروف، من نريد اضيف اضافه اضاعف الحرف الاخير، ضاعفنا الحرف الاخير اضفنا الاضافه مالتنا، هاي ببالنا لازم ما ننساها. قال لك بيج بيجر بيوتيفول، شو تصير؟ فراغ. اقول بيج بيجر ضاف لها اي ار، اذا مقارنه، اقول المقارنه لو اي ار لو مور، اشوف الصفه كم واحد عله، مقطع مقطعين ثلاثه، اذا اضيف مور، والمور تصير قبل الصفه بس الاي ار بعد الصفه، تصير مور بيوتيفول. ماشي، بيج بيجر بيوتيفول مور بيوتيفول. ماشي، فهذه يعني الصيغة الثانية. زين، الصيغة الثالثة يقول لك يابا لازم هسه الصيغة الثالثة راح أخذ لك إياها بعد ما أخذ لك الآز آز. هسه الذان شلون استخدمها؟ أخلي فاعل أول، ماشي، خلينا فاعل أول. زين، وش نخلي بعد؟ نخلي لو إز لو آر زائد الصفة لو بيها إي آر لو مور زائدا عندي ذان من والفاعل الثاني. زين، الفاعل الثاني رقم اثنين. هذه المقارنة باستخدام ذان، عندي فاعل اول از او ار فعل مساعد، والصفة انتبه الصفة اي ار او مور، وعندي ذان ما انساها. ماشي، وعندي الفاعل الثاني، فانت عندك فاعل اول فاعل ثاني وعندك ذان، الميزان مالتهم صفتين توازنهم من، ماشي، اكبر من اصغر من، هاي من الصفه. ماشي، اضيف لها لو اي ار لو مور، اهم شيء بالمقارنه هو الصفه، اضيف لها لو اي ار لو مور حسب الصفه، الا واحد اضيف مثلا كولد اضيف لها اي ار كولدر صارت، علتين اثنين عله او اكثر اضيف لها مور، فالمور تصير قبل الصفه صارت مور بيوتيفول. ماشي، هذا بالنسبه للنماذج الاثنين اللي محتملات تجيك بالامتحان الوزاري عن المقارنة، ماشي، باستخدام الذان أو المقارنة يعني بشكل عام. عندك المقارنة باستخدام آز آز، شنو الفكرة مالتها؟ باوع، الفكرة مالتها شنو؟ الفكرة مال آز آز إنه تقول لك يا بجيب الفاعل الثاني، شنو نسوي؟ بدل ما أقول العراق أبرد من امريكا، ماشي، اقول امريكا مو مثل مو بارده مثل العراق، يعني العراق ابرد من امريكا. مثلا نقول علي اطول من احمد، اقلبها احمد مو بطول علي، فهي نفس المعنى. ماشي، ايش راح نسوي من نريد نحول الى از از؟ بالاز از شو نسوي؟ نخلي الفاعل الثاني زائدا احمد مثلا از نوت، وش اخلي از نوت؟ ماشي، الفعل المساعد ينفي، فعل المساعد ينفي از نوت از، وصفه مجرده از نوت از صفه مجرده از زائدا الفاعل الاول. ماشي، الفاعل الاول خليه واحد رقم واحد. زين، فاعل الأول مثلا خلي نحل مثلا Iraq is colder than America. النموذج الثالث من الأسئلة يقول لك مثلا Iraq is colder than America، وش يقول لك؟ يقول لك يا با as as، حول ليها الاز as. نريد أحولها الاز as، أول شيء أجيب الفاعل الثاني اللي هو America، خلينا America بالبداية. زين، الفعل المساعد إذا مثبت أن في is not، اخلي بين الاز از الصفه از الصفه كولد بس مجرده از الاز از. من نتذكر الاز از، اقول الاز از مثل السجن. زين، من يدخلها
من تدخلها الصفة داخل السجن تروح الممتلكات مالتها لا اي ار ولا امور، تبقى مجردة. من ترجع للذان لا ارجع لها الاي ار والمور، يعني السجن از از، الذان هي الحرية، خليها اعتبرها هيك يعني، ربطها هيك حتى ما تنساها. زين is not as cold as Iraq، يعني أمريكا مو باردة مثل العراق، يعني العراق أبرد من أمريكا. هذا على سبيل المثال ماشي، America is not as cold as Iraq. زين هسه ممكن يعطيك as as وحول ياها للذان بالعكس، يعني شلون؟ هاي هذا نموذج يعني الرابع اللي ممكن عن هذا المقارنة. شوف شو يقول لك مثلا، England is not as hot as Iraq. يقول لك يابا انه انجلترا مو حارة مثل العراق، يعني العراق احر من انجلترا. فشي يسوي؟ يقول لك يابا سوي ليها ذان. من اريد اسوي ذان هم بالعكس، اجيب الفاعل الثاني بدل الاول، اجيب عراق بالبداية ماشي، فعل المساعد منفي اثبته، مثبت انفي، من نحول من ذان او از از وبالعكس ماشي، فصارت از. الاز از السجن، من نريد احول الذان اشيل الاز از كأن السجن اشيله، ومن نرجع هات للذان للحياة شو اسوي؟ ارجع لها ممتلكاتها. هات شنو نضيف لها؟ اي ار لو مور، نضيف لها اي ار. ليش؟ لان عندي مقطع الا واحد، وانتبه انه صحيح بصحيح بنصهم الا، عندي قاعدة من نريد اضيف اضافة اضاعف الحرف الاخير لازم واضيف الاضافة مالتي ماشي. خاطر صارت اخلي ذان فقط واخلي الفاعل الاول ماشي England. زين يعني صارت Iraq is hotter than England، العراق احر من انجلترا. هذه النماذج الاربعة الممكنة عن المقارنة باستخدام ذان وآز آز. هسا نروح إلى الجزء الثاني من هذه القواعد اللي هو السوبرلاتيف، المفاضلة. المفاضلة شنو هي؟ المفاضلة تختلف عن المقارنة. عرفنا احنا المقارنة، المفاضلة هي تفضل فت شيء واحد أو شخص واحد من مجموعة من الأشخاص. عندك مجموعة أشخاص ماشي، تفضل شخص واحد. عندك مجموعة أشياء، مثلا مجموعة أقلام، أقول هذا مثلا القلم، مثلا عندك ثلاثة أو أكثر، أقول هذا القلم هو أجمل قلم، هذا القلم هو يعني أكبر قلم أو أطول قلم ماشي. فعندك مجموعة من الأشياء أو الأشخاص تفضل منهم واحد. شلون نكون المفاضلة؟ حتى نكون المفاضلة اللي هي سوبرلاتيف نحتاج فاعل، طبعا هو فاعل واحد لان احنا مفاضلة عندنا فاعل واحد راح يكون ماشي، is مثلا او are مثلا، Iraq is the او علي is the tall مثلا tallest صفة. وش اضيف لها؟ اضيف لها بالمفاضلة لو est low most. زين لو est low most، Iraq is the most beautiful country مثلا، عندي تكملة عادي. زين فالفاعل الأول مثلا أنطي على سبيل المثال Iraq مثلا is ماشي، وعندك هنا قبل الـ قبل الـ قبل الصفة، قبل الصفة أم الـ عندك مو is و are، فاعل is أو are، وعدك ذا ماشي، وعدك صفة ماشي. هاي الذا، هاي الذا is the أو are the، هاي تدل على المفاضلة. زين ومن خلال الصفة حتى أضيف للصفة est أو most أفضلها، سويها مفاضلة. Iraq مثلا is the وبين قوسين hot يعطيك إياها country، ويقول لك يا بك correct صح.
اقول انه هذه اعرفها مقارنه او مفاضله من خلال از ذا. زين، هاي اول شغله از ذا. وشغله ثانيه انه العراق ما عندي دوله ثانيه او فاعل ثاني، عندي بس تكمله كونتري، ماشي، عندي فاعل واحد فقط، فاذا هذه مفاضله من شغلتين اعرفها، فاعل عندي واحد، شغله ثانيه عندي از ذا. زين، بالمفاضله شو اسوي للصفه؟ فقط اضيف لها لو اي اس تي لو موست. كم عله؟ عله واحد. اذا هات تصير هات تيست، نضاعف الحرف الاخير لان عندي صحيح بصحيح بنصهم عله، اضاعف الحرف الاخير واضيف الاي اس تي، صارت هاتست. زين، تنزل عراق، عراق از ذا نفسها هاتست كونتري. زين، خلي نقطه فقط، فقط لا غير، عراق از ذا هاتست كونتري. زين، هذه فقط المفاضله. زين، وطبعا المفاضله تجيك يعني هاي الصيغه الاولى عليها. الصيغه الثانيه اللي ممكن تجيك بالامتحان شي يقول لك مثلا big، مثلا يقول لك صارت يابا biggest. زين، ومثلا يقول لك beautiful شو تصير فراغ، اقول big صارت biggest، ايش ضفنا لها est، اذا هذه مفاضله. وبالمفضل لو اضيف اي اس تي لو موست حسب كم عله، عله واحد نضيف اي اس تي، اكثر من عله نضيف موست. زين، فهذه واحد اي واي ويو واحد واي واحد ويو واحد، ثلاثه عله، اذا اضيف موست وبعدين الصفه موست بيوتيفول. زين، مثلا يقول لك بعد big مثلا صارت يابا biggest، hot او cold مثلا يقول لك مثلا cold، cold شو تصير فراغ، اقول بما انه عله واحد الاو ففقط اضيف coldest فقط est، فصارت cold coldest، big biggest cold coldest. فهذا كل ما في المفاضلة والنماذج الممكنة عليها بالامتحان. فنروح وياكم إلى موضوع آخر، فتعالوا وياي. الموضوع الثاني عندنا هو الـ if conditional. بعد المقارنة والمفاضلة عندي if conditional، عندي if الشرطية، عندي first conditional if الشرطية الأولى اللي هي first conditional. زين، وعندي second conditional if الشرطية الثانية، second conditional if الشرطية الثانية. باوع، لازم تعرف استخدام كل وحدة منهن وشلون تكونها وتجاوب الأسئلة مالتها. فاستخدام الأولى first conditional تستخدم للتعبير عن أشياء محتملة الوقوع، ماشي، محتملة الوقوع. زين، نستخدم الـ if conditional أو الـ first conditional، نستخدم الحالة الشرطية الأولى للتعبير عن، تستخدم الحالة الشرطية الأولى، حالة الشرطية الأولى للتعبير عن أشياء محتملة، شبيهة محتملة الوقوع. زين، بما أنه أشياء محتملة الوقوع، يعني عندي باوع، عندي إف. زين، إف بالبداية معناها إذا، إذا، وعندي عندي بعدها فعل الشرط. زين، وعندي زائد فعل الشرط، وعندي جواب الشرط. زين، ففعل الشرط إذا، وعندك فعل الشرط وبعدين بالجهة الثانية جواب الشرط. مثلا إذا تدرس زين راح تنجح، فعندي زمن فعل الشرط اللي بعد إف بالمضارع، والجواب مال الشرط بالمستقبل. افتهم الفكرة مالتها، ماشي.
فمثلا شو نقول if اش راح يكون بعدها مضارع بسيط فعل الشرط بالمضارع البسيط وعندي مستقبل زين المستقبل دائما will وفعل مجرد فاعل will وفعل مجرد هذا المستقبل فقط فاعل will وفعل مجرد وبعد ايش عندي عندي المضارع البسيط فاعل زائد فعل لو مجرد لو بي اس بي اس اذا كان الفاعل فاعل مفرد زين نخلي الفعل اس مجرد الفعل اذا كان الفاعل جمع هذا الاف الشرطيه الاولى مثلا نقول اف يو ستدي هارد اذا تدرس زين يو ويل مثلا نقول pass the exam راح تجتاز الامتحان اذا تدرس زين راح تجتاز الامتحان زين هذا مثال اول زين ناخذ سؤال وزاري على هذه ونشوف شلون نطبق كلامنا هذا باوع عندك راح اخذ لك خلينا نشوف اي ناخذ وزارياتها وبعدين نرجع للحاله الشرطيه الثانيه ماشي شوف شو يقول لك يقول لك if I have if I have a spare time ايش قايل لك قايل لك I فراغ my father زين وش منطيك would help الأولى would help والثانية would have helped would have helped زين والثالثة سي will help فش نختار اقول باوع هو يا طرف يريد اقول اشوف اسال نفسي يا طرف يريد الطرف الثاني صح يريد الطرف الثاني الطرف الاول يعني منطيني اياه زين من الطرف الاول انا اعرف يا اف نحكي عنها ف if I have اذا مضارع فمضارع بمستقبل الحاله الشرطيه الاولى المستقبل من هو والله فعل مجرد نختار will help زين فقط will help عرفناها من خلال يعني فعل الشرط اللي هو بالمضارع البسيط if I have ماشي if I have a spare time ممكن شي يقول لك ممكن يقول لك يا أبا مثلا if مثلا you not study hard you will fail the exam وبين قوسين قال لك correct صحح اقول صحح وعدي اف زين بالبداية يريد الطرف الاول ماشي يريد الطرف الاول مخليها بين قوسين ومطيني الطرف الثاني اقول الثاني يا زمن will وفيل والله فعل مجرد اذا لقيت ول معناها الحاله الشرطيه الاولى عندي مستقبل اذا الطرف الثاني مضارع بسيط المضارع البسيط فقط الفعل لو بي اس لو شنو مجرد حسب الفاعل لكن هنا منطيني اياها نات انتبه لها منطيني نات اذا انطاني نات معناها انفيها بالمضارع والنفي مال المضارع بدو او داز حسب الفاعل زين انتبه لهاي الشغله خاف يجيب لك اياها فالفاعل جمع فاعل جمع اختار دو فاعل جمع وداز فاعل مفرد فايش راح تصير هذه راح تصير if you don't زين if you don't study الفعل يبقى نفسه لان نفي study hard وانزل الجمله نفسها you will
You will fail the exam. The exam. ماشي. انتبه الشغلة مهمة اللي هي not النفي. ماشي. من نلقي not نفي أن في المضارع بدو أو دا. إذا قال لي مثلا بالطرف الثاني منطيني الطرف الأول مضارع والطرف الثاني not مثلا not يعطيك مثلا not أو فعل not مثلا fail هذا بالطرف الثاني مثلا فش يصير الفاعل يبقى نفسه كما هو والفعل المساعد مال المستقبل هو will وأخلي له not will not الاختصار مالتها won't ماشي won't والفعل يبقى نفسه won't fail زين انتبه للطرف الثاني أيضا إذا أجاك عن بحالة النفي يخلي لك not قبل الفعل زين هسه هاي الحالة الشرطية الأولى الحالة الشرطية الثانية شنو باوع الحالة الشرطية الثانية هي يمتى نستخدمها نستخدمها من نريد نحكي هسه احنا الحالة الشرطية الأولى من نريد نحكي عن أشياء محتملة الوقوع بمن بالمستقبل نستخدم الحالة الشرطية الثانية نستخدم الحالة الشرطية الثانية للتكلم عن أشياء أشبيهة أشياء غير محتملة الوقوع أو الحدوث ماشي أشياء غير محتملة الوقوع زين نقطة فبما أنه أشياء غير محتملة الوقوع ففعل الشرط إيش راح يكون بالماضي ماشي والجواب مال الشرط بال أيضا مستقبل بالماضي ماشي فصارت عدي لازم ود بفعل مجرد زين هو هنا مو عندك مضارع بالمحتمل بالغير محتمل راح يصير ماضي يتحول المستقبل مو عندي بول الماضي مال الول راح يصير ود عرفت فالمضارع راح يصير بالحالة الأولى عندي مضارع بول بالحالة الثانية راح يصير عندي ماضي بود ماضي بود فقط زين فالماضي ما شو عندي هناك ود مثلا أقول if there were مثلا no books if there were no spiders there would be more مثلا mosquitoes زين فهذا عندي if ماضي would بفعل مجرد عندي الماضي هو فقط فاعل وفعل ماضي والفعل الماضي لو بإيدي لو شاذ يتغير شكله مثلا رايت شو يصير بالماضي راوت زين رايت راوت هسه راح ناخذ نماذج يعني أسئلة وزارية عن الحالة الشرطية الثانية عن اللي هي الحالة الشرطية الثانية دائما هي تتكرر بالوزاري زين دائما تجي بالوزاري اللي هي أم الود ماشي ود ماضي بود لأن الحالة الشرطية الثانية مثلا شوف ايش قايل لك بالأسئلة الوزارية قايل لك if مثلا هاي نموذج الأول if I had شوف ال have بالمضارع عندك have و has بالماضي تصير هاد احفظ الفعل هاف وهاز بالمضارع هاد تصير بالماضي if I had lots of money لو عندي الكثير من المال فراغ شو يقول I فراغ buy a new car اشتري سيارة جديدة وبين قوسين ايش قايل لك
would لو will لو am would لو will لو am. أقول بما إنه عندي الطرف الأول اللي منطيني إياه هو ماضي، إذا الطرف الثاني would فمباشرة أختار would. زين فقط. السؤال الثاني أو النموذج الثاني إيش قايل لك؟ B قايل لك if there was a spider in the room, if there was a spider in the room. زين انتبه was there was ماشي هنا مفرد، لو لو جمع هنا نخلي where if there were spiders in the room ماشي. وقايل لك I will لو would لو am put it outside. زين فبما انه الطرف الاول there was من ال was او ال where عندي معناها ماضي فمباشرة اختار would. انا مغمض اختار would. ناخذ نموذج ثالث وزاري ثالث شو يقول مثلا. يقول لك if there were no spiders there فراغ be more insects. وش قايل لك اختيارات؟ اختار لي لو ول لو ود لو كان لو ول لو ود لو كان. أقول يابا بما إنه عندي there where طرف الأول طبعا مفصول دائما بفارز الطرف الأول، عندي where no no spiders ماشي، عندي من ألقى where أو was معناها ماضي فمباشرة أختار الطرف الثاني would، لأن عندي ماضي بود الحالة شرطية ثانية. زين بعد إيش عندي؟ باو عندي راح ناخذ نموذج رابع وأخير. if قايل لك there if there were low if there if there إيش قايل لك where low are low was no spiders there would be more insects. نفس الجملة الأولى تقريبا بس المطلب يختلف يعني الجملة اللي قبلها. أقول يابا بما إنه there would be فارزة وعدي there would be، إذن هذا الطرف ماضي، الماضي فعدي لو was لو were ماشي الار جمع لو was لو were. أقول no spiders بيها s spiders بيها s فأختار where. لو مفرد اختار شوف لو اسبايدر مثلا مفرد اختار واز، اذا جمع نو no سبايدرز جمع فاختار وير ماشي. هذه النماذج اللي محتمله عن اف كونديشنال الحاله الشرطيه الاولى وكذلك الحاله الشرطيه الثانيه. نروح الى موضوع اخر واللي هو الموافقه وعدم الموافقه. الموافق وعدم الموافق اسمه اجرينج اند ديس اجرينج، شلون توافق الرأي أو شلون ما توافق الرأي ماشي. شلون باوع هي بالموافقة عندك عندك بالموافقة شغلتين وعدم الموافقة شغلتين. زين من نقول لك أجري، من نقول أجري من يطيق جملة ويقول لك أجري ماشي أجري اتذكر سبلة أجري ماشي، ونازلات منه شغلتين اللي هن لو سو لو نيذر او نايذر ماشي، لا وضعت اللفظ سو او نيذر شغلتين نازلات منه سو نيذر ماشي. فمثلا يقول لك جملة، يقول لك مثلا ام happy
مثلا. ويقول لك يا بأجري أو agree to his preference ما هذا الشيء. يقول لك يقول لك باوع عندك بالأجري قلنا سبلت اللي هو أجري بشغلتين نازلة منا ومنا اللي هي so neither. ماشي so للجمل المثبتة، إذا كانت جملة مثبتة نستخدم so، إذا كانت الجملة منفية نفي neither. شوف حرف الأول نفي، نفي الجملة نفي neither. ماشي n و n نفي neither so مثبتة. زين فهذه مثبتة وقال لك agree، أقول بالagree agree أقول شغلتين لو so لو neither، جملة مثبتة so جملة منفية neither، هذه so لأن مثبتة. وأخلي الفعل المساعد هنا عندي am وأخلي الفاعل. زين هذا فقط. فبالموافقة شو أسوي؟ أخلي so أو neither حسب، إذا كانت جملة مثبتة أخلي so، إذا كانت جملة منفية أخلي neither، وبعدها فعل مساعد وفاعل. زين فعل مساعد وفاعل ودائما الفاعل I. زين ناخذ جملة أخرى مثلا، يقول لك مثلا يقول لك يا با هدى likes tennis. تبه الهاي agree to her preference، يعني اتفق وي ما تفضله. هدى likes tennis، اقول بالموافقة الاجري لو so لو neither، اقول بما انه ما عندي نفي فعندي لازم so. فعل المساعد شنو؟ فعل المساعد بالمضارع، احنا نتذكر المضارع والماضي من شرحنا، قلنا المضارع والماضي ما موجود الفعل المساعد الصريح. فاو احنا شغلة لازم نعرفها، احنا الفعل المساعد لو دو لو داز بالمضارع، احنا عرفناه مضارع مين؟ من خلال الاي اس. زين فاحنا دائما الفاعل دائما اي. زين اذا الفعل المساعد موجود، اذا موجود دائما خليه ام، اذا موجود ام فتخلي ام. ماشي اذا الفعل المساعد is are am was were موجود فانت تخلي so am i so am i. ماشي اذا ما موجود فعل مساعد مثل هاي فانت تلقائيا الفاعل هو i فياخذ do فيصير so do i. زين فانت ببساطه اقول الموافقه الاجريينج عندي i am happy اذا الفعل المساعد موجود، اشوف الجمله مثبته اول شيء، اذا مثبته اخلي so. ماشي بعدها الفعل المساعد اذا موجود اخلي ام، اذا ما موجود اخلي دو، واخلي الفاعل بعده اللي هو اي دائما اي. ماشي هسه اخذنا على الجمل المثبته، ناخذ على الجمل المنفيه اللي هم ام نيذر جماعه نيذر. مثلا يقول لك هدى از نوت او ازنت هابي وقال لك اجري، اقول يا بل اجري وبالنفي اقول يابا لازم استخدم نيذر. ماشي وعد اذا فعل مساعد موجود فدائما قال لنا سال مرتضى اذا الفعل مساعد موجود اللي هو is او are او am او was او were فذني دائما نستخدم am الفعل المساعد، واذا ما موجود اذا ما موجود نستخدم do، والفاعل قال لنا انه هو دائما اي. زين فنيذر والفعل المساعد موجود فنستخدم ام نيذر ام، والفاعل اللي هو دائما اي نيذر ام اي فقط. مثلا نقول شي مثلا doesn't she doesn't باو هو الفعل المساعد، الفعل المساعد مثلا she doesn't like fish. زين وقال لك agree. زين اذا قال لك agree she doesn't like fish احنا بالجملة المنفية neither. زين
وبالفعل المساعد شنو هو عندي؟ عندي do أو does. إحنا قلنا إذا الفعل المساعد ما موجود أو عندي do أو does، عندي do أو does ماشي، إذا ما موجود، إذا لم يوجد فعل مساعد أو إذا عندي فعل مساعد do أو does نختار do. إذا عندي فعل مساعد is أو are أو am أو was أو were نختار الفعل المساعد اللي هو am. زين am يمتى الفعل المساعد؟ إذا عندي is أو are أو am أو was أو were. زين إذا ما عندي فعل مساعد أو عندي do أو does فأستخدم do. neither لأن جملة منفية والفعل المساعد do والفاعل I فقط. هسه نلخصها نبسطها، ان دائما الفاعل بالاجري، الاجري اذكر اجري سبلة اجري عندي نيذر وسو ماشي. اذا عندي فعندي بيها سو نيذر، جملة مثبتة سو، نيذر جملة منفية ماشي، والفاعل دائما اي. فمشكلتنا بالفعل المساعد، فعل المساعد اذا عندي is قلنا او ار او ام او واز أو وير فالفعل المساعد هو مالتهم آم. زين إذا عندي دو أو داز فعل المساعد مالتهم دو. إذا ما عندي فاعل فعل مساعد لم يوجد فعل مساعد، وبالمضارع الجملة فعل مضارع عندي فعل مضارع ما عندي فعل مساعد فأختار دو أيضا. زين هذه لازم تنتبه لها الشغلة. زين هذه حالة الأجري الموافقة. الديس أجري بسيطة جدا، ما يراد لها أي شيء، ما يراد لها الديس أجري عدم الموافقة، لا تتفق باوع كلمتين، الديس أجري كلمتين بس. أهم شيء تحفظ الأجريينج، الأجري اللي هو نتذكر سبلت أجري وعدي لو نيذر لو سو، نيذر إذا كانت جملة منفية، سو إذا كانت الجملة مثبتة، والفاعل بالأخير دائما هو I يبقى للفعل المساعد بالوسط. عندي is are am was where أخلي الفعل المساعد am، ما عندي فعل مساعد أو عندي فعل مساعد do أو does نختار الفعل المساعد do. هذا بالنسبة للأجري. disagree يعطيني جملة ويقول لي disagree لا تتفق، إيش عندي باوع؟ عندك مثلا علي is sad، مثلا علي is sad، شلون تحل جملة مثل هذه ماشي؟ اذا كانت باوع، اذا كانت الجملة بس هاي الجملة الاولى، مثلا ناخذ جملة ثانية ايضا، هاي جملة مثبتة، ناخذ جملة ثانية مثلا she doesn't like fish مثلا، وقال لك بين قوسين disagree to his preference، يعني لا تتفق مع ما يفضله. وهذه أيضا she doesn't like fish يقول لك مثلا disagree to her preference، لا تتفق مع ما تفضله. زين باللا تتفق بالديسأجري، ما عندي أجري ديسأجري باوع، أخلي دائما الفاعل I ماشي، وش أخلي باوع؟ إذا الـ is عندك is أو are أو am أو was أو were الفعل المساعد إحنا حافظيه، فش نخلي؟ نخلي am. زين وش أخلي؟ إذا جملة مثبتة أخلي لها not، إذا جملة منفية أخليها مثبتة بالعكس ماشي. بس هنا عدي الشي doesn't mind شنو disagree، أقول بما أنه disagree فالفاعل دائما بالبداية يجي، بالdisagree الفاعل يجيني بالبداية، ما عدي لا سو ولا نيذر، فاعل بالبداية اللي هو I دائما بالبداية، والفعل المساعد is are am was where أخلي am، عدي do أو does أو ما عدي فعل مساعد فأختار do. زين I do منفية إذن تبقى مثبتة فقط.
ماشي. اذا مثبته تخلي نفي، اذا منفيه تخلي مثبته فقط. هذا disagree، disagree الفاعل دائما بالبدايه اللي هو I، تخلي فعل مساعد. اذا من مثبت الفعل المساعد لازم تخليه منفي، اذا منفي تخلي مثبت. خلصت فضت. فمثلا علي الساد disagree، قال لي لا تتفق، اخلي اقول احنا تعلمنا انه نخلي الفاعل بالبدايه اللي هو I، فعل المساعد is are am was were ما ادري شنو كلهم نخلي am، مثبت اخلي ناط وراه واخلي نقطه بس. She doesn't like fish. Disagree أقول she doesn't، بما أنه doesn't فأخلي باوع. Disagree إذن أبدي بالفاعل، خلينا الفاعل اللي هو I، فعل مساعد شنو هو؟ بالdo أو does أو ما عندي فعل مساعد لازم أستخدم الdo، خلينا الdo. منفية إذن تصير مثبتة، تبقى مثبتة ماشي، تبقى هيجي لازم ما تنفيها. المثبتة تصير منفية والمنفية تصير مثبتة فقط. لا عد لا سو ولا نيذر بالديسأجري، هذه الموافقة وعدم الموافقة. الموضوع الثالث، روح للموضوع الرابع واللي هو البروناونز أو الضمائر. شنو الضمائر؟ عد الضمائر البروناونز، الضمائر بروناونز الضمائر. شنو الضمائر؟ البروناونز هي الضمائر، الضمائر تحل محل شنو؟ تحل محل الاسم ماشي. عندي كم نوع من الضمائر بالبدايه، لازم تعرف كم نوع عندك من الضمائر بالبدايه ماشي، حتى يعني تعرف شلون تستخدم هنا بصوره صحيحه. الضمائر عندك بالبدايه ضمائر فاعل زين، وعندك ضمائر مفعول به، وعندك ضمائر تملك، ضمائر مفعول به ضمائر تملك. زين شوف، لازم تحفظ هذا الضمائر اول شيء، لازم تعرف لازم تحفظها وبعدين تعرف شلون تستخدمها. فعندك ضمير الفاعل I دائما نحوله I me my، I me my، you you your، she she her her she her her، he him his، we us our، we us our، we us our، they them their، they them their، they them their، they them their، they them their ماشي، they them their، they them their، their t h e i e i r ماشي. وعدي بعد الات هنا 2 4 6 7 المفروض 2 4 6 بعد الات ات عدي تصير ات، وبالهذه تصير ات. اي مي ماي، اي مي ماي، يو يو يور، يو يو يور، شي هير هير، شي هير هير، هي هيم هيز، هي هيم هيز، وي اس اور، وي اس اور، ذي ذم ذير، ذي ذم ذير، ات ات ات، it 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 it. هاي بالبداية لازم تحفظهن. ثاني شيء المطلوب منك إنه تعرف ذن ضمائر الفاعل يجي بعدهم، يأتي بعدها فعل ماشي، ودائما تجيني بداية الجملة. مثلا فراغ يعطيك نقطة أولى، فراغ went to school، he lo him. أقول بما أنه إجتني بداية الجملة وبعدها فعل فأختار ضمير فاعل اللي هو he زين، he went to school. الثانية هسه هاي بداية الجملة الضمائر الفاعل، والشغلة الثانية أنه يجي بعدهم فعل. ضمائر المفعول به اللي جنب الوسط me you her، هذه تأتي
تأتي بعد الفعل. زين، تجيني بعد الفعل. مثلا I gave فراغ a gift. I gave her لو she. أقول بما أنه gave فعل و I gave فاعل وفعل، إذن بعد الفعل لازم أختار ضمير مفعول به اللي هو her. I gave her a gift. زين، الثالثة مثلا يقول لك my your her، ذني يأتي بعدها اسم. ممكن تجيني بالبداية، ممكن تجيني ماشي. مثلا يقول لك فراغ car is broken. my لو me، أقول بما أنه عندي كار سيارة، عندي فعل مساعد، فهذه كلها فاعل، فلازم عندي العفو عندي my، فلازم تصير my car is broken. فهمتوا؟ فعندي اسم، قبل الاسم نحتاج ضمير التملك، دائما ضمير التملك يأتي بعده اسم. زين، هذا بالنسبة للضمائر لازم تحفظها ماشي، والأسئلة اللي ممكنة عليها. روح ناخذ لنا كم نموذج وزاري عليها حتى نختم الموضوع هذا. شوف النماذج الامتحانية شلون ممكن تجيك. تجيك مثلا يقول لك I صارت me، مثلا he شو تصير؟ اقول يابا انه I me my حول ياها للتصريف الثاني اللي هو للمفعول به ماشي، فهذا لازم احولها للمفعول به. he him his الطي لازم التصريف الثاني اللي هو him فاصير him. مثلا يقول لي I صارت my، شي شو تصير؟ اقول اي مي ماي، اذا طاني التصريف الثالث اللي هو التملك. شي هير هير اعطي التصريف الثالث اللي هو هير. شي هير هير. زين، مثلا يقول لي ذي، مثلا اي ماي، ذي شو تصير؟ ذي فراغ. اقول اي مي ماي اعطيني التصريف الثالث اللي هو التملك، وضمير تملك حول لي على اي، اذا الذي لازم احولها بالتملك بالتصريف الثالث اللي هو they them there، لازم تصير there. زين، هذا بالنسبه للنموذج الاول اللي ممكن تجيني عليه اسئله عن الضمائر بهذه الصيغه ماشي. بعد النماذج الاخرى اللي ممكن مثلا بعد ممكن يقول لك يابا some bacteria are شبيها useful to فراغ. our لو us لو ours. أقول بما أنه عندي to دائما وفعل وصفة، دائما بعد to أختار ضمير مفعول به اللي هو التصريف الثاني بعد to. دائما من نلقى to ماشي يعني التصريف الثاني، أحفظ هايجي مفعول به، فأخلي us useful to us. زين، هذا الشغلة النموذج الأول. نأخذ نموذج ثاني، نشوف نموذج ثاني. The Bedouins. The Bedouins used
فراغ فالكنز ماشي to catch birds for food to catch birds for food مش مطيني قايل لي يا باش تختار there لو there لو them there لو them بالبداية أقول hi there T-H-E-R-E هذا معناه هنالك هذا مو ضمير ماشي فاعل ولا كذا هذا للمكان لها علاقة فلو there لو hi them شو اختار أقول بما أنه عندي اسم ماشي صح عندي فعل ماشي صح عندي فعل used عندي فعل لكن ما اختار ضمير مفعول به ليش لان عندي اسم بعد يعني بعد الفعل بعد الفراغ اذا عندي بعد الفراغ اسم شي يجي قبلها مثلا فعل يجي كذا ما له علاقه اهم شيء استخدم ضمير تملك ماشي there falcons اذا ما عندي اسم وكذا اختار ضمير مفعول به فدائما اذا عندي بعد الفراغ اسم اختار ضمير تملك فصير the Bedouins used their falcons to catch birds for food هذا وزاري مهم جدا لازم تركزون عليه زين اكثر من مرة جاي هذا السؤال الاول سم باكتيريا اكثر من مرة جاي بالوزاري فتركزون عليه كل زين شوف عندك نموذج ثالث يقول لك جاسم broke his leg and Farah couldn't walk. فايش قايل لك he لو him لو his اقول يابا بما انه عندي and ماشي وعندك couldn't دائما ننفي ننفي الفعل المساعد فقبل الفعل المساعد شي يجيني فاعل فأحتاج ضمير فاعل هنا ضمير الفاعل ممكن يجيني هنا ماشي ممكن يجيني ببداية جملة ثانية جملة ثانية بنفس الجملة مرات احنا نربط جملتين جملة مركبة ماشي من جملتين فممكن أخليه بعد الآند ماشي إذا عندي هنا couldn't أو don't أو كذا فأختار he couldn't walk Jason broke his leg and he couldn't walk. هذه أضبطها الجملة أيضا مهمة جدا. عندك نموذج آخر رابع many مثلا يقول لك many هذا جايب الوزاري many animals are useful to فراغ as low hour low hours ماشي as low hour As low hours low we ماشي As low we low hours شو نختار؟ أقول دائما بعد التو لازم نختار تصريف ثاني من تو اثنين ماشي ذكر تو اثنين فأختار ضمير مفعول به اللي هو as ماشي as فهذا كل ما بموضوع ضمائر والأسئلة الوزارية اللي عليه نروح إلى موضوع آخر واللي هو المبني المجهول بحالاته الثلاثة نروح وياكم إلى المبني المجهول ونفصل حالاته الثلاثة نجي لموضوع آخر ومهم اللي هو passive voice المبني للمجهول passive voice المبني للمجهول المبني المجهول عندك بحالة المضارع وبحالة الماضي وعندك بحالة كان وأكو مثال على المضارع التام أيضا فنبدي بالمبني للمجهول شنو فكرته شنو المبني للمجهول أول شيء مثلا عندك شباك مثلا واحد كسر شباك مالتكم فإيش راح تقول مثلا وانت ما تدري فلت شرد ما نعرف من هو فنقول انكسر الشباك او انكسر
ماشي، فما نعرف الفاعل. مرات نعرفه بس مو مهم، مثلا واحد أليم كل شو هاي وانت تكسر شباك مالته، ايش راح يقول؟ يقوم يصيح انكسر الشباك، ويعرف حتى لو يعرف الكسر الشباك، بس مو مهم الفاعل، مهم الفعل. فهذه استخدامين للمبني المجهول، اذا كان الفاعل الفعل اهم من الفاعل، واذا كان الفاعل غير معلوم. زين، بنستخدم المبني المجهول، هذه استخدامه. زين، بالمضارع present passive، بالمضارع في المضارع شو نسوي؟ باوع نجيب المفعول به كفاعل للجملة، هاي بكل الجمل سواء كان ماضي مضارع كان مدري شنو، اجيب المفعول به دائما فاعل لجملة المبني للمجهول. يعني المفعول به مال المبني للمعلوم يصير فاعل لجملة المبني للمجهول. وش اخلي بعده؟ is او are، وبعد تصريف ثالث للفعل. زين، مثلا يعطيني جملة، مثلا the boy writes stories every day مثلا، ماشي، the boy writes stories every day، ويقول لك مثلا بين قوسين passive، اقول هذه حول ياها للمبني المجهول. اذا اريد احولها للمبني المجهول، اول شيء الفاعل احذفه. زين، الفعل شنو؟ مضارع ماضي بي اس، بي اس او مجرد مضارع. الماضي مين اعرفه؟ صراحه من ناخذ الماضي نعرف. المضارع بي اس او مجرد، اذا هذا مضارع. المضارع اجيب المفعول به دائما بعد الفعل مفعول به ثالث شيء بالجمله ما عدا الكان، ماشي، حالة كان. ف stories راح تصير is لو ار، بما انه جمع فنختار ار، ماشي، مو على البوي، مو لك علاقة بالفاعل، هذا انحذف، مو تقول هذا مفرد، لا، على المفعول به اللي راح يصير فاعل لجملة المبني المجهول، هذا جمع نخلي له ار. والرايت روت بالتصريف الثالث تصير written. زين، اذا عدي تكملة مثلا every day انزلها every day. زين، خليت نقطة. هذا المبني للمجهول في حالة المضارع. بحالة الماضي، بحالة الماضي، في الماضي شو نسوي؟ في المبني المجهول، في الماضي باوع بالماضي شو نخلي؟ نخلي ايضا مفعول به اللي هو فاعل، ماشي، راح يصير شنو؟ فاعل لجملة المبني للمجهول. زين، وش نخلي بعده؟ بدل الاز والار نخلي was او were بالماضي، والتصريف الثالث ايضا للفعل. فالشي ثابت بالمبني المجهول، دائما المفعول به يصير فاعل لجملة المبني للمجهول، المفعول به مال المبني للمعلوم يصير فاعل لجملة المبني للمجهول، هاي شغلة ثابتة. والشغلة الثانية الثابتة اللي هو دائما نستخدم التصريف الثالث للفعل. زين، فقط الاختلاف بالفعل المساعد، هنا بالمضارع is و are، بالماضي was و were. زين، شلون ممكن تجيك مثلا يقول لك علي wrote two stories مثلا yesterday، ويقول لك مثلا change into passive مثلا، او passive غيرها للpassive، او بس passive يقول لك مبني المجهول. اقول اول شيء احذف الفاعل اللي هو علي، الفعل روت بالماضي، اذا لازم اجيب شنو؟ بالماضي، فالفعل المساعد لازم was او were. فثالث شيء بالجملة اللي هو المفعول به، زين، اللي هو two stories، هذا مفعول به، فراح تصير بالبداية two stories مضارع، العفو، مفرد لو جمع، إذا مفرد was، إذا جمع where. two stories جمع فصير where، وwrote بالتصريف الثالث تصير written. زين، yesterday أنزلها بالأخير تكملة yesterday. زين، أخلي نقطة.
هذا المبني المجهول في حالة المضارع وفي حالة الماضي. عندي حالة أخرى بحالة شنو؟ حالة الكان. حالة الكان المبني المجهول مع كان. المبني المجهول مع كان مثلا يقول لك مثلا he can write مثلا new stories every day مثلا، ويقول لك passive مبني المجهول سويها مبني المجهول او change into passive سويها حولها المبني المجهول. فش تقول؟ تقول يابا انه من نريد احول الى مبني المجهول بحالة الكان اول شيء الفاعل احنا متفقين انه ينحذف، زين كان واللي بعدها هم شنو؟ هم اللي يعتبرون فعل، يعني فعل مساعد كان واللي بعده فعل، فبعد الفعل احنا نعرف المفعول به ماشي، فراح يصير رابع شيء بحالة الكان. زين فانزل المفعول به new stories، زين وبحالة الكان انزل كان فعل مساعد عندي، وش اخلي له؟ اخلي له فقط be، زين والتصريف الثالث write wrote written، زين واذا عندي تكملة انزلها every day، زين خلي نقطة، زين لو مو زين. فش عندي بحالة الكان؟ عندي فاعل ماشي، فاعل اللي هو اصلا مفعول به، مفعول به مال جملة المبني المعلوم فاعل ماشي، زائدا فعل المساعد عندي كان بي ماشي، كان وبي، زائدا تصريف ثالث للفعل ماشي، هاي حالة الكان. زين كان بي تصريف ثالث للفعل، مفعول به فاعل كان بي وتصريف ثالث للفعل، كان بي وتصريف ثالث للفعل. عندك خاوي يجيب لك على التام، على المضارع التام المبني المجهول مع المضارع التام. زين اول شيء شلون اعرف مضارع تام؟ هاف وهاز وتصريف ثالث الفعل ماشي، فاعل جملة المبني المجهول، زين فاعل زائدا هاز او هاف، هاز للمفرد اذا كان فاعل مفرد وهاف اذا كان فاعل جمع، وعندك تصريف ثالث للفعل. زين مثلا وقعت المساحة، زين شو نخلي مثلا؟ مثلا يقول لك he has written two stories مثلا، ويقول لك passive مبني المجهول. أقول بما أنه عندي has وتصريف ثالث للفعل، فإذا هذا المبني المجهول في حالة المضارع التام، فش نسوي؟ نجيب مفعول به اللي هو وراء written two stories ماشي، هذا اللي هي حاذف فيه احنا مفرد لو جمع، جمع two stories فأخلي have ماشي، وش أخلي بعدهم؟ have، وش أخلي بعدهم؟ أخلي have been written ماشي، have been written زين، have been written. هذا بالنسبة للمضارع التام. قاعدة المضارع التام شو نسوي؟ مفعول به اللي هو فاعل راح يصير مال المبني المجهول، زين وبعد ايش عندي؟ have او has حسب حسب الفاعل راح يصير هنا، زائدا been
زائدا تصريف ثالث للفعل. زين، مثلا يقول لك مثلا يعني سؤال ثاني يقول لك someone has stolen my tools مثلا، ويقول لك مثلا passive حولها للمبني المجهول. اقول بما انه عندي هذا التصريف ثالث اذا هذه مبني للمجهول في حاله المضارع التام، اذا اريد اجاوبها اجيب المفعول به اللي بعده باللي بعدهم my tools، فصير my tools has لو have جمع have وبين اني حافظها بعد الهاز او الهاف، والتصريف الثالث stolen هي نفسها انزلها هي بالتصريف الثالث دائما stolen my tools have been stolen. زين، وهذه نفسها تقريبا بس جاي بها اختيارات my tools فراغ stolen لو stole لو have been stolen، ايش تختار؟ تختار have been stolen. زين، فهذا المبني للمجهول بحالاته الثلاثة، وهاي الرابعة حالة المبني للمجهول مع المضارع التام. ماشي، ناخذ كم نموذج وزاري حتى نلوز المضارع التام. المضارع التام شنو؟ نلوز المبني للمجهول بحالة الماضي المضارع وبحالة كان وبحالة المضارع التام. زين، جملة الأولى الوزاريات يقول لك I lost my wallet in the mall. زين، my wallet قايل لك my wallet، إذا جملة ثانية فراغ in the mall. زين، ومعطيك اختيارات was losing was lost was losing لو was lost لو lost، ايش تختار؟ يعني هو حالك ياه بالمبني المجهول، من قال لك my wallet جاب لك المفعول به اللي بعد الفعل، ما شو حذف لك الفاعل وانطاك التكمله، فقط فعل مساعد والفعل يريد شلون نسويه. فاقول بما ان lost احنا حافظين الجدول اللي مال الوحدة الثانية بالنهاية صاير مال الافعال الماضية شلون تحولها للتصريف الثاني. ماشي، فلوست من ضمنها لوز لوست لوست، فهذا بالماضي، اذا بالماضي فاختار واز لوست، زين مباشرة واز لوست. شوف نقطة اخرى قايل لك سنيكس can find لو can be find لو can be found in deserts. دائما انه فراغ انه تكمله معناها in Iraq in deserts، هاي ناخذ يعني فتشيل من المجهول. snakes can find لو can be، اقول هاي كان وفعل مجرد، هاي كان وبي وفعل مجرد، ما يصير فعل مجرد وفعل مجرد كذا. ماشي، فكان بي وتصريف ثالث عندنا كان وبي وفاوند، هذا التصريف الثالث فنختار كان بي فاوند. زين، snakes can be found in deserts، snakes can be found in deserts. ماشي، هذا الحل الصحيح. شوف سؤال وزاري اخر قايل الثالثة أو النموذج الثالث من الوزاريات قايل لك crops المحاصيل such as rice مثل الأرز barley and wheat growing لو are growing لو is growing when by the marsh Arabs by the خارج قوس marsh by the marsh Arabs. زين، باوع من نلقى
crops أول كلمة جمع such as مدري شنو مدري شنو جمع. إذن فأحتاج فعل مساعد جمع. فعل مساعد ويا الجمع شنو؟ are مو is. فماشي are، فهذه are وتصريف ثالث is، وتصريف ثالث ما تفيدني لأن فاعل فاعل جمع وما نأخذ is، وهذا بس تصريف ثالث ما عندنا فعل مساعد فخطأ. هذه خطأ هذه خطأ. إذن الخيار الصحيح are grown. زين هذا بالنسبة للنموذج الثالث من الوزاريات. مثلا قايل لك نموذج رابع، قايل لك cotton and sugar فراغ in Sudan. وش قايل لك بين قوسين؟ قايل لك is growing لو are growing، is growing لو are growing، لو بس growing أقول هذه in Sudan وعندك فاعل ماشي، فأحتاج فعل مساعد وتصريف ثالث الفعل، فأحتاج فعل مساعد للجمع لأن cotton and sugar ف are growing ماشي. هذا بالنسبة للنموذج الوزاري الرابع. النموذج الخامس قايل لك chairs and tables، chairs الكراسي and tables فراغ of wood. وش قايل لك يا ب making لو are make are made، making لو are make لو are made. اقول يابا انه ذني شو احتاج؟ احتاج فعل مساعد وتصريف ثالث الفعل. الميك شي يصير بالتصريف الثاني يصير made، وبالتصريف الثالث يصير made ايضا. زين make made made. فالفعل المساعد بما انه chairs and tables فاحتاج فعل مساعد جمع، فا are عندي وmake هذا مجرد فعل مساعد جمع ومجرد، هذا فعل مساعد جمع وmade تصريف ثالث، إذن are made هو الخيار الصحيح are made. زين هذا بالنسبة للنموذج الخامس والنماذج الوزارية المحتملة والممكنة عن موضوعنا اللي هو المبني للمجهول، الموضوع الأخير من الوحدة من قواعدات الوحدة الثالثة. نروح وياكم للبارت 2 أو الجزء الثاني والخاص بالمفردات، راح ناخذ مفردات الوحدة الثالثة وبعدها نختم بقطع الكتاب والقصة مالتنا. فتعالوا ياي للبارت 2. نرجع وياكم للبارت 2 الجزء الثاني الخاص بمفردات الوحدة الثالثة واللي راح نبلش به، طبعا راح يكون تقريبا 4 أو 5 تمارين مهمات جدا لازم نضبطها. التمرين الاول تمرين A بالصفحة 35، طبعا عندك 5 نقاط هذا بالتمرين A ماشي. تمرين A صفحة 35 هذا مهم جدا. عندك كلمات بالباكس، الاولى بايت معناها تلدغ، فلاي تطير ويطير، grow تنشأ، hunt تصيب، produce تنتج. A bat is not a bird، خفاش ليس طائر، but it can like a bird، it can fly، تستطيع أن تطير كالطائر. الثانية owls، يعني الأول بومة ماشي، owls فراغ and kill small animals at night، hunt يعني تصيد
وتقتل الحيوانات الصغيرة at night في الليل. If you put ثالثة, if you put your foot on a snake, إذا تخلي رجلك على أفعى, it will bite you, يعني راح تلدغك, ماشي, bite you. الرابعة cows and goat, الأبقار والمواعز, والماعز فراغ, milk, produce milk, produce معناها شنو, تنتج, produce milk يعني تنتج الحليب. الخامسة elephant, فراغ very big but it takes many years, grow يعني تنشأ الفيلة بصورة كبيرة, but it takes many years, لكن تستغرق العديد من السنوات. هذا بالنسبة للتمرين A بالصفحة 35. نروح للتمارين اللي بالصفحة يا صفحة بالصفحة lesson 9, تمارين اللي باللسن 9. زين, يعني الدرس التاسع, هذني مهمات جدا, ماشي. نهاية الـ activity book, كتاب النشاط, lesson 9, تلقيه lesson 9, ماشي, lesson 9, الدرس التاسع, بي تمارين A و B و C, ماشي, و A و B و C. الأولى مثلا تمرين A, afraid, وعندك million habitat, hotter, mind, wild, neither. Complete the phrases. I don't, then this is an incomplete. I don't mind. I'm not afraid. الثالثة, have animal habitats. الرابعة, wild animals, حيوانات برية. الخامسة, neither do I ولا أنا. Six, million people, السادسة, 6 ملايين من الناس. والسابعة, it is getting hotter, يعني تحر. هذا بالنسبة لتمرين الأي. طبعا راح أخلي لكم يوم معروض قدامكم, زين. التمرين بي, هذا تمرين بي مهم جدا جدا جدا. تمرين أي مو مثل أهمية تمرين بي, تمرين بي مهم جدا, أريدك تركز عليه. A bird that hunts and kill other birds, bird of prey. من تلقى bird ومدري شنو, bird of prey. زين, خلي خط جوا bird, من تلقى bird مباشرة تختار bird of prey. من تلقى safe, dangerous, safe, dangerous, حافظيها احنا. Sit and travel on a horse or camel, sit and travel, خلي خط جوا sit and travel, واختار الهرايد معناها قود الحصان او الجمل. الرابع the fastest bird, من تلقى fastest bird, اسرع طائر, اللي هو falcon, الصقر. من تلقى rice, الارز او التمن, مباشرة crops, محاصيل مثل الرايس, المدرشين, الشعير, الحنطم. زين, السادسة people who are not children, الناس اللي مو أطفال. منهم بس تلقى not children, مو أطفال, اللي هم adult, البالغين, adults, البالغين. هذا تمرين بي مهم جدا, لازم الضبطة تضبيط زين, ماشي. تمرين سي عندك which is فراغ fastest living thing, هذا على المفاضلة, فنختار the most, بس the, ماشي, the fastest. عندك is فعل مساعد, فاختار والصفة مخلي لها est, فقط the احتاج قبل الصفة. The fastest, the most, اذا الصفة بها اكثر من مقطع فاختار the most, ماشي. ما اختار ولا مور وي المقارنة. زين, الثانية the Bedouin used فراغ falcons to catch food, food, هذه الفود, هذه مال الضمائر, وطيتكم اياها نفس الجملة their food. نختار الأولى ضمير التملك, لأن عندي اسم falcons بعد ال بعد الفراغ, عندي اسم, ماشي, إذا عندي اسم بعد الفراغ ف
اختار لازم ضمير تملك اللي هو there. زين النقطة الثالثة what will happen if this change. اقول بالبداية ادي will happen what will happen هذا ادي مستقبل فمضارع بسيط خاف يقلب لياها الاف عادي هي مضارع بسيط المستقبل عادي يقلب لياها صير مستقبل بمضارع بسيط فاشوف الفاعل this change مفرد اذن وراها فعل be s زين continues لان ال 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 الش اسمه المضارع البسيط لو be s لو مجرد حسب الفاعل فاعل مفرد هنا عندي this change فراح يصير الفعل be s continues. الرابع if there was a spider in the room هاي وزاري دائما يجي it فراغ it outside I would put it outside would put it فماضي بسيط of would سيم والفعل المجرد بعده. الخامسة what would happen if فراغ fewer snakes what would happen أدي would إذن ماضي بسيط لازم أحتاج ف there were if there were اختار there were ماضي بسيط. ستة هاي مهمة وجاية بسنة من السنوات يقول لك حلة is greener than فراغ be it used to be يعني قارن لك الحلة مع ما شلون كانت الحلة هسه وشلون كانت سابقا. حلة is greener يعني هسه أخضر مما اعتادت عليه than it used to be زين حلة is greener than it used to be وهاي مهمة مهمة جدا وزارية حلة is greener than it used to be. Many animals are useful to فراغها ضمار الضمار to من عدد to فمباشرة اختار us التصريف الثاني زين وهذا تمرين دي ايضا تقروه هذا على ال there would be more insects if there were no spiders. Hi, complete the sentences B so that it means the same as sentence. If there, hi, بس تقلبها. If there were no spiders, there would be more insects. والثانية, the number of birds has gone up. There are more birds than before than there used to be. والثالثة, a rat is bigger than a mouse. ماشي. هي بالas تحولها للthan. والرابعة falcons eat small animals and birds small animals and birds are eaten by falcons هاي سويها بالpassive مبني المجهول بالمضارع وعندك الأخيرة where can you find wild flamingos where can fly wild flamingos be found هاي بال عن ال can be التصريف الثالث passive مع ال can هذا بالنسبة للمفردات وكو بعض التمارين خاصات بقواعديات الوحدة الثالثة نروح وياكم للجزء الأخير واللي هو خاص بقطع الكتاب والقصص طبعا عندنا قصة نختم بها محاضرتنا هذه وهذه القصة مهمة جدا هذه القصة مهمة جدا راح أحاول أختصر لك بقطع الكتاب الأجوبة مالتها حتى تضبطهن وتحفظهن والقصة اللي بالنهاية لازم تضبطها انت حتى لو تقول واحد القطع انا جزء اتركها جزء كذا لا تتركها القطع بسيطات وراح ابسط لكم اياهن وخليكم تضبطوهن بس وياي اريدك تقرأ وتحفظ وياي وراح بالنهاية اكيد تضبطهن والله تضبطهن وتكرزهن وتفلسهن وانت على الاقل تاخذ يعني 8/10 على الاقل اذا ما تاخذ 10 كاملة بالقطع. القصص هن أربعة أخذنا قصة كريم بالوحدة الأولى المراجعة المركزة مال الوحدة الأولى وأخذناها شرحناها وبالوحدة الثانية ما عندي قصة الوحدة الثالثة هسه عندنا قصة وبعد عندي قصتين يعني القصص هن بالكتاب أربعة يجنك منهن يعني عليهن 10 درجات لأن أربع قصص وقصة كريم بسطت لكم إياها بالمحاضرة مال المراجعة المركزة مال الوحدة الأولى وأخذت لكم فقط ركزت لكم على 7 أسئلة هن ذني المهمات جدا جدا واللي منهن يجن ماشي بهسه بالقصه بنهايه المحاضره راح اخذ لكم القصه اللي راح نشرحها طبعا واركز لكم على الاسئله ايضا المهمه واللي لازم تضبطوها ماشي فلازم اريدك تضبط لي القصه بنهايه المحاضره. هسه نبلش بقطع الكتاب ونروح لقطعه الكتاب الاولى واللي هي
القطعة الأولى اللي هي the fastest living things، أسرع الأشياء الحية. طبعاً أدي بيها 13 سؤال، راح أحاول أختصر لكم بيهن، أختصر لكم بالأجوبة مالتهن، وأركز لك على المهمات. سؤال الأول what are the fastest things in the natural world، ما هي أسرع الأشياء الحية في العالم الطبيعي؟ اللي هي falcons، فقط كلمة واحدة falcons، الصقور. The fastest things in the natural world falcons. Falcons. What are the fastest things living things in the natural world؟ ما هي أسرع الأشياء الحية في العالم الطبيعي؟ falcons اللي هي الصقور. How fast can some falcons dive؟ بس تلقى dive إيش قد يعني تقدر تروح تطير؟ بس تقول له 240 kph، 240 kph يعني 240 كيلومتر بالساعة. kph كيلومتر per hour يعني كيلومتر بالساعة. 240 كيلومتر بالساعة، 240 شيء نهائي رانج روفر. فبس تلقى فالكنز دايف ايش قد تطير؟ ايش قد تطير؟ 240 كيلومتر بالساعة. رقم تقدر تكتبها 240 kph، 240 كيلومتر بالساعة. Who are the Bedouins or the Bedouin؟ من هم البدو؟ They are the people from the desert of Arabia، هم الناس من الصحراء العربية. وتقدر تختصرها تقول people from the desert of Arabia. من يقول لك who are the Bedouins or the Bedouin، the Bedouin تقول people from the desert of Arabia. People from the deserts of Arabia. People from the deserts of Arabia. يعني الناس من الصحراء العربية. سؤال الرابع، طبعا الثاني والثالث مهمات، الرابع أيضا مهم وزاري. The Bedouin lived mostly on فراغ وفراغ وفراغ. Dates, milk and bread. لأن فراغات ممكن يجنك. عاشوا lived mostly معظم الأحيان وين عاشوا على شنو؟ الديتس التمر، ميلك الحليب، بريد الخبز. ديتس وميلك وبريد. The Bedouin lived mostly on شنو؟ ديتس وميلك وبريد. The Bedouin lived mostly on ديتس وميلك وبريد. السؤال الخامس why did the Bedouin live mostly on dates milk and bread؟ ليش عاشوا على معظم الأحيان على التمر والحليب والخبز؟ Because it was difficult to catch animals and birds، لأن كان من الصعوبة صيد الحيوانات والطيور. Because it was difficult to catch birds and animals، يعني مو كلش. ركز لي على السادس before falconry، قبل صيد الصقور. The Bedouins used to eat a lot of meat، اعتاد يعني البدو على أكل الكثير من اللحوم. فولس، أقول له فولس، لأن كانوا عايشين معظم الأحيان عايشين وين؟ عليمن على هاي النقطة الرابعة، أيضا متعلقة بالرابعة، على التمر والحليب والخبز. زين، هذه مهمة. الثاني والثالث والرابع مهمات جدا، والسادس أيضا مهم، هذا true false. السابع their favorite bird was the large long-legged huabra. Huabra اللي هو الحباء، ماشي، huabra هذا طائر الحباء، طائر اللي أرجله طويلة اسمه الحبارة. اوكي، حبارة. زين، large long-legged، فراغ ممكن يجيك. هذا الثامن مهم جدا. How did the Bedouin used to hunt؟ شلون اعتاد البدو على الصيد؟ to hunt، من تلقى بدون تلقى hunt، شلون اعتادوا على الصيد؟ تقول on camels، فقط on camels، على الجبال. الجبال شنو؟ على الجمال. زين، انسح حق المصري. قوم 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 قوم. The Bedouin used to hunt on camels، اعتاد البدو على الصيد على الجمال، ماشي، on camels. تقدر تختصرها on camels، كلمة واحدة، كلمة واحدة منك تكفيني. Is falconry، التاسعة مو كلش مهمة، Is falconry a sport or a necessity؟ هل صيد الصقور رياضة أو يعني حاجة ضرورة؟
Today falconry is a sport. الآن أو اليوم هذه الأيام صيد الصقور هي رياضة. Not a necessity, ليست حاجة. And many falconers والعديد من يعني العديد من ومعظم صيادي الصقور arrive يصل معظم صيادي الصقور in the deserts في and valleys of يصل معظم صيادي الصقور إلى صحاري ووديان المثنى سامراء in the قار in Iraq بالعراق in air conditioned four wheel drives بسيارات ماشي في سيارة رباعية الدفع مكيفة الهواء زين. سؤال العاشر what is the one disadvantage of falconry شنو المسوء الوحيد من صيد الصقور اللي هو too many rare birds might be killed العديد من الطيور النادرة ممكن تقتل. Too many rare birds might be killed. Too many rare birds might be killed. العديد من الطيور النادرة ممكن أن تقتل. الـ 11 there would soon be no rare bird because of falconry. هاي العاشرة والـ 11 مشابهات مهمة. العاشرة والـ 11 نفس تقريبا الشيء. يقول لك بالـ 11 there would soon be no rare birds because of falconry. سوف يكون قريبا ماكو يعني rare birds طيور نادرة because of falconry بسبب صيد الصقور. أقول له true صح ماشي. فهاي disadvantage مال الفالكنري. إذا أقول لك disadvantage مال الفالكنري أقول له too many rare birds might be killed عديد من الطيور النادرة ممكن تقتل. إذا أقول لك there would be soon no rare birds because of falconry سوف يكون قريبا ماكو rare birds طيور نادر بسبب because of falconry بسبب صيد الصقور أقول له true صح زين. فعاشر و 11 مش شابهات نفس السؤال فمهم جدا. ال 12 what did the 12 و 13 يعني what did the government do to protect birds ماذا فعلت الحكومة لحماية الطيور. The government has set up protected areas for birds يعني خصصت الحكومة أماكن محمية للطيور. The government has set up protected areas for birds. خصصت الحكومة أماكن محمية للطيور. The government has set up protected areas for birds. وال 13 what is the result of setting up protected areas of birds ما هي نتيجة تخصيص أماكن محمية للطيور. شنو النتيجة. Wildlife numbers يعني عدد الحيوانات البرية have gone up ارتفع and the environment is richer وأصبحت البيئة غنية ماشي غنية لو حمزية. هذا بالنسبة لقطعة الكتاب الأولى اللي هي The Fastest Living Things أسرع الأشياء الحية. نروح إلى طبعا تركز على True False ماشي شكل True False أخذناه ماشي تركز عليه. هذا مال How Fast Can Falcons Dive 240 kph ها مهم. Large long-legged bird in the desert فراغ قول هو أبراهام ممكن يجيك سقاطات ممكن كذا. هذا الفراغ. Who are the Bedouin هذا مهم. How did the Bedouin used to hunt on camels هذا مهم. The Bedouin used to eat a lot of meat before falconry هذا مهم أيضا true false. Before falconry used to eat a lot of meat هذا نفسه قلنا. There would be soon no rare birds هذا true false. But true false تضبطهم كل زين ماشي. والدايف ايش قد يعني تقدر تطير 240 kph هذا مهم جدا جايبي اكثر من مره بالوزاري. فذني تركز عليه نشكل سؤال. السؤال الثاني السؤال الثالث السؤال الرابع السؤال السادس السابع الثامن وال11 ذني الاثنين اربعة ستة سبع اسئلة ذني تضبطهن مهمات جدا جدا زين. هذا بالنسبة لـ The Fastest Living Things. نروح للقطعة الثانية واللي هي Life on the Marshes الحياة في الأهوار وبيها 10 أسئلة طبعا لأني الأسئلة اللي لازم تركز عليها الصراحة نضيك إياها. When can Marsh Arabs be found they can in the south east of Iraq تقدر تستصرها. They can be found in the south east of Iraq جنوب شرق العراق. The south east of Iraq تختصر هذا the south east of Iraq وين ممكن يوجد. Where can marsh Arabs be found in the south east of Iraq. السؤال الثاني what do marsh Arabs raise
شي يربي عرب الأهوار. ماذا يربي عرب الأهوار؟ domestic buffalo, some sheep and cattle. يعني يربي بعض الجاموس المحلي والأغنام والمواشي. الثالث, what crops are grown by the marsh Arabs؟ شنو المحاصيل اللي يزرعها عرب الأهوار؟ crops such as rice, wheat and barley, يعني الأرز والقمح والشعير. rice, wheat and barley. rice, wheat and barley, ثلاث كلمات ذني تصرها. where do most marsh Arabs live? in arched houses, يعني في بيوت مقوسة. ماشي, in arched houses, فقط اختصرها ثلاث كلمات ما يعني تعطي الفكرة مضبوطة. السؤال الخامس, where are houses of marsh Arabs are built? when تبنى, at the waterside or on artificial reed island. يعني لو على جانب الماء أو جزر, على جزر القصب المص يعني artificial مصنع. سؤال السادس مهم, يجيك على شكل فراغات. فراغ وفراغ are used as transport, اللي هي مشحوف and ترادة, يعني استخدم المشحوف وطراد كوسائل نقل, نوع من انواع البلم. ماشي, مشحوف والطرادة, مشحوف and ترادة. فراغ وفراغ are used as transport. ماشي, احفظهم ذن الكلمتين, مشحوف and ترادة. سبعة, how many species of birds can be found in the marshlands? كم عدد الأنواع الطيور اللي توجد في الأهوار؟ 40 species. فقط كلمتين, 40 species. تقدر تقول 40 species can be found in the marshlands. 40 species, فقط كلمتين أريدهم منك. زين, الثامن, the marshes were once, traveled, the marshes were once home to millions of birds and stovers and of other migrants, including flamingos and pigeons, and then they are traveled from Siberia to Africa. والتاسع, why are, ليش 40% إلى 60% من الأهوار, من العرب الأهوار في خطر؟ because most of the wetlands wetland has dried up. يعني معظم يعني الأماكن الأراضي الرطبة بها جفت, dried up. وال11 من species of birds at risk and some extent or near extinction because the wetland has dried up. فشي تركز عليه من؟ تركز على where can marsh Arabs be found. السؤال الأول, in the southeast of Iraq, هذا مهم جدا. والسؤال الثاني, مشحوف and tarada are used as transport, as used as transport. من تلقى transport, مشحوف and tarada, هذا مهم جدا ثاني. والثالث, lived in arched houses built from reeds. marsh Arabs, يا سؤال هذا. السؤال الرابع, مو قلنا where do marsh Arabs live in arched houses which are built, which they built from reeds. هاي الأخير كلمة reeds, هاي ممكن تجيك فراغ أيضا. ماشي, arched houses. زين, ممكن يقول لك rice, wheat and barley are known as crops. نقول crops, ممكن يجيب لك ياها المحاصيل, crops, فقط كلمة crops. وممكن يقول لك what crops are grown by the marsh Arabs. عادي يصير لك في غير صياغة, هاي لازم تطي rice, wheat and barley. وإذا قال لك rice, wheat and barley are known as فراغ, تقول لك crops. زين, most فراغ live in arched houses built from reeds, most marsh Arabs. ماشي, فهذه النقطة الرابعة, ممكن يجيب لك فراغ live in arched houses which they built from reeds, most فراغ, فتقول له most marsh Arabs. ماشي, lived in arched houses. أو ممكن يقول لك reeds كفراغ. زين, هذا مهم جدا. Marsh Arabs live in arched houses built from concrete and bricks. True or false, ممكن يجيب لك اياها هذه. هذه النقطة الرابعة مهمة جدا. النقطة الرابعة أو السؤال الرابع مهم جدا الضبطه. ف concrete and bricks built from reeds, أقول من القصب, مو concrete and bricks, من الكونكريت والطابوق. فهذه false, خاف يجيب لك اياها. زين, و
العاشر مارش أربس رايز، هذا طبعا ده قرأك بالوزارية رايز أرب رايز شي ربون دومستيك بافلو سم شيبن كاتل فراغ كاتل ماشي كاتل زين ذن الأسئلة الوزارية ضبطهن. مارش أربس فراغ ليف most marsh arabs lives in masses which they build from reeds. كمل فراغات. هذا السؤال الرابع دائما يجيبوا سؤال الرابع. What crops are grown by the marsh arabs? Rice, wheat and barley. Marsh arabs raise buffalo, some sheep and cattle. How many species of birds? High 40 species. What do marsh arabs raise? Domestic buffalo و some sheep and cattle. ذني تركز عليهم مهمات جدا. طبعا ذني كم سؤال ما بيهن أربع خمس أسئلة اللي مركز عليهم بالوزاريات فتضبطهن زين. عندك تمرين تمرين A بالصفحة 40 بكتاب النشاط. هاي ترو فولس على قطعة على القطعة مال مالتنا اللي هي the fastest living things أسرع الأشياء الحية. خمس نقاط. الأولى falcons can move faster than any living things. خلا أشوفكم إياه صفحة 40 زين. السؤال الأول يقول لك falcons الصقور can move faster than any other living things. تقدر تستطيع أن تتحرك أكثر من من أي من الأشياء الحية الأخرى فصحيحة true هاي صح زين. النقطة الثانية before falconry قبل صيد الصقور the Bedouin اعتاد البدو used to eat a lot of meat عديد من اللحم هاي كثير من اللحم هذا أخذناها قبل شوية وقلنا هذه خطأ ماشي خطأ false. الثالثة Bedouin enjoyed the food that falcons caught for them يعني استمتع البدو بالأكل الذي تصيده الصقور لهم فهذه أكيد true. الرابعة falconry صيد الصقور used to be just a sport فقط على أن تكون رياضة لا ممكن تكون sport وممكن تكون necessity ضرورة أو حاجة يعني يعيشون عليها الناس فهذه الرابعة false. الخامسة there would soon be no rare birds سوف يكون قريبا لا هذا أخذناها because of falconry سوف يكون قريبا لا يوجد يعني سوف يكون قريبا لا توجد يعني rare bird اللي هي طيور نادرة بسبب صيد الصقور سوف يكون هناك قريبا طيور ماشي سوف لن يكون هنالك قريبا طيور نادرة بسبب صيد الصقور there would soon be no rare birds because of falconry هاي true صحيحة أكيد ماشي. هذا بالنسبة لقطعة الكتاب اللي هي Life on the Marshes ووزارياتها. روح إلى قصة القصة المهمة اللي هي Things happen in nature for a reason أشياء تحدث في الطبيعة لسبب واللي بيها مجموعة من الأسئلة ماشي راح أحاول أختصر لك بيهن وأكو يعني أكو أسئلة هو صايغها يعني متشابهة ماشي متشابهة نفس الجواب مالته. السؤال الأول the deer found a remote grass field in the forest to give birth true هاي صحيحة إنه الغزالة شافت حقل حتى to give birth حتى تجيب بيه فهاي true. To her left she notices frog pointing at her hunter with his bow لليسار مالتها شافت hunter صياد مع قوسه hunter with his bow ولليمين مالتها شافت بيمينها a hungry lion اليمين مالتها a hungry lion اليسار مالتها a hunter with his bow اليمين يمين hungry lion يسار a hunter with his bow يمين a hungry lion يسار a hunter with his bow فعرفت يمين شنو يسار شنو. سؤال الرابع to the right what does the deer spot approaching هذا السؤال الرابع نفس السؤال الثالث اليمين مالتها شافت a hungry lion ماشي بس a hungry lion كلمتي. الخامس the pregnant deer is trapped by the fire and the fast flowing river يعني الغزالة حوصلت من النار والنهر سريع الجريان true هاي صح. لأن الأسئلة ضبطهن يكون ضبط العقال
سؤال أسئلة القصة، والله إذا ما أضبطهن لأن يجن منهن، دائما يجن منهن دائما وأبدا. هن أربع قصص بسيطة راح أبسط لك يعني شيني. شوف السؤال الخامس، شوف الثالث والرابع مش شابهات نفسهم، السؤال الخامس والسادس مش شابهات، الخامس جايب لك إياك على شكل true false، السادس جايب لك على شكل فراغات trapped by فراغ وفراغ. تقول the fire and the fast flowing river، احفظها the fire and the fast flowing river، احفظها الفراغات. إذا جتك true false فأنت مباشرة true، مزيم by the fire، the fire النار و the fast flowing river النار والنهر سريع الجريان، the fast flowing river نهر سريع الجريان و the fire، the fire النار، the fire النار، the fire النار، the fire جلبت كافي، the fire النار و the fast flowing river والنهر سريع الجريان. زين هذا السؤال السادس. السؤال السابع قايل لك the deer was boxed in by hair، فراغ أو يعطيك اختيارات فnatural predators، natural predators، natural predators ماشي احفظها the natural natural predators. الثامن the deer focuses on giving birth to a new life and doesn't think of dangers، يعني الغزالة ركزت على الولادة لحياة جديدة ولم تفكر في المخاطر كلها، لا بالنار، لا بالنار سريع الجريان، لا بالهانجري لاين الأسد جائع، لا بالهانتر with his bow الصياد والقوس مالته، فركزت فقط على الولادة مال الغزالة مالت ماشي، الغزالة ركزت فقط على أنه تلد. تاسع at last بالنهاية the deer gives birth to a ولدت شجابت، جابت غير healthy fawn يعني ظبي، وإحنا شو نسهل ابن الغزال ما أعرف هي حسب بيها يعني دقيقة الترجمة، يعني الغزال إلى هواية أسماء، إذا أول ما ينولد ومن يمشي إلى اسم ثاني، وإذا طلع القرون مالته من تطلع هما التسمية خلاصة ماشي، فهالثي فون خلينا نسميه غزال، جابت غزال أدرش تجيب لعد طلي هي غزالة تجيب غزال، a healthy fawn تقول له. إذا قال لك the deer gives birth to a فراغ a healthy fawn يعني غزال ذو صحة وعافية ماشي. فالعاشر the pregnant deer الغزالة الحامل was surrounded by dangers كانت محاطة بالمخاطر when she was about to give birth عندما أرادت أن تلد، ف true صح. زين الـ11 هذه أهم مهمات مهمة، ذني كل المهمات الـ11 مهمة جدا وجايبيها بالوزارة. why the priority of the deer من تلقى كلمة priority الأولوية مال الدير الغزالة to give birth to her فون من تلقى priority مباشرة مغمض true صحيحة ماشي. الـ12 when the labor pains begin عندما بدأ ألم الولادة the pregnant deer الغزالة الحامل focuses on giving birth to a new life ركزت على ولادة حياة جديدة اللي هي true صح. الـ13 what does the deer focus on when the labor pains begin على ماذا ركزت giving birth to a new life okay بس giving birth to a new life فقط أو تقدر تقول the deer focuses on giving birth to a new life giving birth to a new life يعني ولادة حياة جديدة. الـ14 what was the pregnant deer surrounded by when the labor pains begin بمن كانت محاطة الغزالة عندما بدأ الألم الولادة a hunter with his bow a hunter وعدها hungry lion forest وعدها fire وعدها fast flowing river فإذن إن شاء الله زين. الـ15 which of the dangers faced the deer would you be most afraid of هذا يعني يا واحدة من المخاطر اللي راح تكون أنت أكثر شيء خائف منها اللي هي مثلا the forest fire كيف كنت شو تحب مثلا زين. 16 what happened مو كلش مهم طبعا هذا 15 what happened to each of the dangers faced by the deer 16 مهمة هاي يعني ايش صار ايش حدث مع لكل من المخاطر. تقول له the lightning strikes and blinds the hunter يعني احنا شلون ايش نسهلها راحت عن بالي الدنيا من تمطر مرات هاي الأشعة عشان نسيهلها نسيتها من تضرب مرات عمت الصياد ماشي شو نسيهلها أنا
طارت الكلمة بالعربي. زين، فعمت الصياد والنار شبيهة، فمن عمى الصياد الأرو مالته أو سهم مالته راح علي من؟ راح للهانجري لاين، فانكتل الهانجري لاين، والمطر ماشي وقع على النار وطفت النار. فهذه the lightning strikes and blinds the hunter. زين، lightning عمل هانتر الصياد وضرب من ضرب من الأسد هانجري لاين أو اللاين. ال 17 هاي مهم جدا. How did the fear the deer face the negative thoughts and dangers؟ كيف واجهت الغزالة الأفكار السلبية والمخاطر؟ شلون واجهتها؟ With calmness، بهدوء. With calmness، بهدوء. ال 18 the deer gave birth to a healthy fawn and overcame all the negative thoughts and dangers. True، صحيحة، يعني جابت وتغلبت على كل الأفكار السلبية والمخاطر، صحيحة. Could the pregnant deer give birth to her new fawn؟ Yes it could. قدرت الغزالة تجيب أو تلد مولودها؟ Yes it could. نعم استطاعت. زين، فذن الترو فولس كل أخذناها إنه ترو، خليها ببالك صير ذكي شوية، كلهن ترو، ما أخذنا واحدة يعني. فكل الأسئلة الترو فولس اللي أخذناهم من ترو، ماشي. وأكو تمرين بي، ماشي، أكو تمرين بي، هذا تمرين بي بهمات ترو فولس، بس اثنين بي فولس، ماشي. تمرين بي هذا موجود عندك بالكتاب، راح أعرض لكم إياه قدامكم. تمرين بي ترو فولس، ترو فولس، بس ذن الفولس الثانية فولس. ليش؟ لأن أفون is the word for young deer. وأكو تمرين أربع نقاط، هو تمرين بي بالصفحة 48 عندك بالكتاب بالأكتيفيتي بوك، على القصة مالتنا هذه، ماشي، على القصة أيضا. بس ذني أكو بيهن اثنين هنا فولس، والباقي كله ترو، يعني حتى اللي أخذناها كلهن ترو. عندك a predator is an animal that kills and eats other animals. yes صحيحة. A fawn، ثانية a fawn is the word for young animals. خطأ، الفون هو صغير الدير، young deers، لازم مكان animals deers، فهذه خطأ الثانية. الثالثة lightning is bright flashes of electricity in the sky. هذا يعني الصواعق، ماشي، الضوء من تمطر، ماشي، اللي يضرب هو lightning، فصحيحة، ماشي، صحيحة. الرابعة confront means، معناها confront معناها يواجه. قال لك confront means to have many problems and difficulties، انت تعني ان عندك many problems، عديد من المشاكل والصعوبات. خطأ، هذه خطأ، ماشي. means to face up to or deal with، معناها تواجه، ماشي، confront. هذا بالنسبة للتمرين B. فهذا كل ما في محاضرتنا المراجعة المركزة الخاصة بالوحدة الثالثة. نلتقي إن شاء الله بالمراجعة المركزة الخاصة بالوحدة الخامسة ونكمل وياكم إن شاء الله. فأكيد إذا استفاديتوا حاولوا أن تدزوه لأصدقائكم وزملائكم ربعكم كل اللي تعرفوهم، حتى أكيد تعمل فائدة ويستفادون، وإن شاء الله معا شعارنا إلا 100.